خدش انتباه حضرتك ان مفيش لعيبة كورة مرموقين غير واحد بس في قائمة المهندس هاني؟ مش شرط يعني، مش شرط. مين قال كده يعني؟ انا يعني دايما يقول لك اللي يدير الكورة لازم يبقى لا فيه لا لا منهم لعيبة كورة. لا لا لا، هو رئيس الاتحاد، ما تشوفوا الهيكل بتاع الاتحاد الانجليزي. ولا ليه علاقة بالكورة دي، كانت واحدة ستة على فكرة. طيب ايه، كلهم ما لهمش علاقة، مش لعيبة كورة يعني. احنا بنقعد نخترع بقى يعني بنقول حاجات يعني لا تجوز في علم الإدارة يعني حتى اوكي كمان يعني. اوكي اتحادات بره اولا محترفة وناس متفرغة، ما عندوش مصنع، ما عندوش محل، لا ما عندوش محطة بنزين يعني، ما عندوش ده، لكن متفرغ بيشتغل في اتحاد الكورة يبقى متفرغ لاتحاد الكوره. طيب ما يقولش انا معلش اصل انا عندي مسافر بس عشان فندم، بس بعمل بس بره بره بيتقاضى مرتب، هنا بيقول لك ده لا هنا لا عمل لا تطوعي. لا مفيش حاجه اسمها تطوع، ما فيش حاجه اسمها تطوع، لسه ومش عيب ابدا، مش عيب ابدا ان الواحد يشتغل في اي مكان وياخد فلوس، ده مش عيب يعني. كل العالم كل الناس بتشتغل عشان تاخد فلوس طبعا. ما فيش حاجه اسمها تطوع ابدا يعني، ده اختراع انا مش مقتنع بيه. احنا اخترعنا مع الصناعه لا، ده نظام طبعا ايام الهوايه وايام الاشتراكات وايام الاشتراكيه وايام الهوايه، كانت الرياضه هوايه، وكان حتى في مصر كان بيديرها ناس هواه بيحبوا الرياضه يعني. طيب وقت الكابتن سمير زاهر كان بيتقال كده يعني؟ لا لا، سمير زاهر انا بتكلم على قبليه كمان، قبليه يعني كمان يعني نائب محمد احمد ولهم كتير يعني، من ابو جعفر ولي باشا يعني، رئيس نادي الاهلي زمان يعني. فيعني المسائل دي اتغيرت خلاص، الدنيا اتغيرت يا صح. فاحنا بنشتغل في صناعه لازم نكون قيد يعني.